بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان الميدية. محمد بن مطر بن محمد بن رفيع أول مراكز، ثانيا علي بن مبارك بن محمد بن هلي، وفي المركز الثالث النايفة ولا مريفة، هناك مريفة حمدان بن سالم حمد أخريبيش العويسي، وفي المركز الرابع هناك إنجاز محمد بن محمد بن عبد العبيد بالدبيلة، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس شاهنية عبد الله بن خميس محمد عمر الشامسي، وسادس المراكز الأغزية سلطان بن سابر حرمه الشامسي ما شاء الله بن أملاقط، وفي المركز السابع حضور الضبي سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وثامن المراكز أيضا شعار رصاد مع محبة سالم محمد بالطبيعة، وفي المركز التاسع وصول هناك شديدة خليفة بن علي حمد العطية، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر نجوى سالم بن راشد بن اختيار الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة مستمعينا حضورنا الكريم، والخريبيش مع مريفة ما شاء الله، حمدان بن سالم حمد الخريبيش العويسي يقدم مريفة ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل للمركز الثاني، وصلت الغزيل وسلطان بن سالم بن رحمه الشامسي، وفي المركز الثالث ما شاء الله شعار أيضا متواجد مندفع دائما على المركز الأول الشاهنية عبد الله بن خميس محمد بن عمر الشامسي، وفي المركز الرابع أيضا وصول هناك محبة سالم محمد بالطبيعة، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس أشوف في هذه اللحظات إنجاز محمد بن يمعى بن محمد بالدبيلة، وفي المركز السادس أيضا حضور الضبي سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلو. هكذا كانت النتيجة. يلا يا العويسي، يلا يا العويسي ما شاء الله، مقدم هذا الشعار، مقدم هذا الاسم مريفة، مريفة الخفيفة على هذا الشوط ما شاء الله. حمدان بن سالم أيضا حضوره جميل، بن حمد الخريبيش العويسي. يلا يا العويسي، يلا يا العويسي، هالي السلطنة ينتظرون هذا السلام، سلام مريفة، تحدي مريفة، وجودها على هذا الشوط وجود جميل، وجود مميز ما شاء الله. المركز الثاني هناك محبة سالم بن محمد بالطبيعة، المركز الثالث أيضا المركز الثالث شعار الشامسي عبد الله بن خميس محمد عمر الشامسي، ولكنها مريفة. يا حي هالسير يا العويسي، حمدان بن سالم الخريبيش العويسي حاضر ومتابع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام يا سلام يا سلام، تحية لكم يا هالي السلطنة، تحية لكم من عربة النقل هنا على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الاندفاع المميز حتى هذه اللحظات هناك بالمركز الأول، تحية جميلة ومنطلقة على مقدمة هذا الشوط. وأقول سلام حمدان بن سالم بن حمد الخريبيش العويسي، يا سلام، شكرا للعويسي، شكرا يا العويسي على هذا الأداء الجميل ما شاء الله. عصادته في الأبطان، عصادته في أبطانها، ما بتقول لها شيء، أظني ما يبالها إلا كلام، إلا كلام. سلام سلام السلطنة، سلام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. هاي لحظة صورة خط النهائي واندفاعه وانفراده ما شاء الله عن بقية المراكز. المركز الثاني لسالم محمد بضبيع، المركز الثالث أيها الإخوة هناك مصبح بن عبيد بن يونك، وفي المركز الرابع شعار رابع المراكز أيها الإخوة أحمد هزيم محمد مسافري، وفي المركز الخامس عبد الله بن خميس محمد عمر الشامسي رابع المراكز، وفي المركز الخامس أيها الإخوة عند لجنة خط النهائي تهانينا والناموس. أربع دقائق هناك 25 ثانية و 58 جزء من الثانية، تحطم التوقيت تحت أقدام مريف وعصاته في الأبطال ما شاء الله. تعالينا والناموس.